شاركت الفنانة أميرة فتحي متابعيها صورتين بنفس ملابس كليب افرض للمطرب حكيم، واللي ظهرت فيه كموديل في بداياتها الفنية، والصورة التانية بالأمس مرتدية فيها نفس ملابسها في الكليب. ونشرت أميرة فتحي الصورتين عبر حسابها انستجرام، وعلقت عليهم كاتبة: اللهم لك الحمد والشكر، العمر مجرد رقم، شكراً. والفرق بين الصورتين 26 عام. وخطفت أميرة فتحي الأنظار بالصورتين اللي انهالت عليها متابعيها بالتعليقات، معبرين عن إعجابهم الشديد بيها كونها محافظة على لياقتها وشكلها بعد السنين دي. وبتبلغ أميرة فتحي من العمر 47 عام. يذكر أن آخر أعمال الفنانة أميرة فتحي مسلسل السرايا، واللي عرض عام 2017، من بطولة سوسن بدر ومجدي كامل ودنيا عبد العزيز.